انا جيت سعيده بهذا التكليف واللي هنا في نفس الوقت شريف، لانه مدينه اكادير كتستحق الافضل وكتستحق العنايه وكل التقدير. مهمتنا كشرطه اداريه تكمن في تتبع مسار وتنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي الأكادير في عده مجالات. اللي الدور ديالنا طبعا هو اننا نحاولوا نحرروا الملك العام من كل الشوائب ومن كل الاشكالات اللي تيعرفها، سواء فيما يتعلق بالارصفه، فيما يتعلق باستعمال الاشهارات، فيما يتعلق الاتربه اللي كنلقاوها في الشارع العام، اللي كنلقاوها في بعض البناءات، بعض هذا. هذه مجموعه ديال الاشكالات اللي كان كيعرفها الملك العام. وكان الاشكال الكبير اللي عندنا هو انه كانت هذه المصلحه هذه مشتتمه بين مجموعه وموزعه من مجموعه ديال المصالح والاقسام. اليوم حاولنا نجمعها في قسم واحد وفي مصلحة واحدة، وحاولنا اننا الخدمة نشتغلوا كفريق من اجل طبعا ازالة مجموعة من الشوائب اللي تعرفها الملك العام. التدخل فيما يخص التجاوزات اللي تتكون في جميع المجالات بما فيها مجال التعمير، مجال البيئة، مجالات الصحة والسلامة، وتنسهروا كذلك على تطبيق البنود ديال الرخص وعدم التجاوز، عدم يعني خرق القانون الممنوح، وهذا الشيء اللي كاين. والهدف كله من هذا من هذا من هذه المصلحه هو السهر على خلق واحد الراحه، واحد السكينه، واحد سلامه المواطنين. بصرا